الخير، برحب بحضراتكم معانا في يوم جديد من اون اليوم. خلاص كلها كام ساعه ونستقبل 2018، سنه جديده وبدايه جديده وامل جديد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله يا رب السنه اللي جايه تكون افضل من اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. ممكن يكون البعض يقول لك احنا بنحتفل على ايه وبنهني بعض بايه، ما كل السنين زي بعضها، واه احنا استحملنا كتير وشفنا ازمات ومحن واوقات صعبه واحداث إرهابية كتير وغيرها، فبالتالي الإحساس يمكن ساعات باليأس أو أنه يعني خلاص كلها محصلة بعضها. دي طبائع الأمور وهي دي الحياة وسنة الحياة، في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الحلوة إن شاء الله تعالى وتبقى كتير. في الحياة ما يستحق أن تعيش من أجله، خلينا نقول تفائلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. إحنا شعب قوي صبور، اتحمل كتير وقاسى كتير، وان شاء الله على قد ما تحملنا وعلى قد ما قاسينا يكون النهايه خير باذن الله تعالى. فنتفائل بالسنه الجديده وتبقى افضل ان شاء الله تعالى ويهون علينا كل حاجه صعبه باذن الله يا رب. النهارده في اون اليوم كما هي العاده لازم طبعا نشوف ايه اللي حصل في الدنيا، لكن هنعدي على الاخبار سريعا لانه بالتاكيد كلنا واحنا يعني بعد كام ساعه عايزين نريح شويه، نكسر الايقاع وملل الاحداث والروتين والكلام في السياسه والاقتصاد والاخبار والاسعار وكل الكلام ده، هنتكلم فيه لكن مش كتير قوي، لان هنفسح المجال اكتر لكسر رتابه الامور دي كلها، وهيكون معانا فرقه من دار الاوبرا المصريه، وطبعا احنا عارفين الاوبرا واللي بتقدمه الاوبرا الفن الراقي والهادف، الكلمة واللحن الجميل ده إن شاء الله هيكون معانا في الجزء الثاني من حلقتنا. لكن وإحنا بنتابع الأخبار أكيد اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا واللي حصل أول امبارح طبعا في حلوان، تداعيات حادث كنيسة ماري مينا الإرهابي أكيد لسه موجود في المشهد، على الرغم أنه في إجراءات أمنية على أعلى مستوى، الكنائس تتزين وتستعد طبعا للاحتفال والاستقبال المحتفلين والمهنئين. قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان النهاردة صلى من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي، وكلمة ألقاها أمام حشد بساحة القديس بطرس أعلن عن تضامنه مع الأقباط الأرثوذكس، ودعا الله أن يقبل أرواح الضحايا وتضميد جراح المصابين وذويهم والمجتمع بأكمله، وكمان دعا بالهداية لأصحاب القلوب القاسية. زي ما بقول لحضراتكم هنا نرجع ل أجواء الاحتفالات والتأمين، لكن احنا في معانا الأول جزء قصير كده من كلمة بابا الفاتيكان، نروح ونسمع ونرجع مرة تانية نشوف ايه اللي حصل هنا في مصر. كاري فراتيلي، إخواني وأخواتي الأعزاء، أعبر عن قربي من الإخوة الأقباط الأرثوذكس الذين تعرضوا لهجوم على كنيسة ومتجر في ضواحي القاهرة، فليتقبل الرب أرواح القتلى وليدعم الجرحى وأسرهم وكل الأقباط. الإجراءات الأمنية على أعلى مستوى، قوات الشرطة وقوات الجيش بيأمنوا المنشآت الحيوية ودور العبادة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه طبعا في تكثيف لأعمال التأمين زي بقول لحضراتكم، وتصدي للمحاولات الإرهابية اللي بتستهدف النيل من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية. المهم أن القوات المسلحة والشرطة عززت من إجراءاتهم الأمنية مع بدء احتفالات الشعب المصري بعيد الميلاد، ومحيط الكنائس ودور العبادة شهدوا انتشار أمني مكثف لقوات حماية المواطنين لتأمين طبعا المشهد العام النهاردة. الكنائس بتستعد لاستقبال المصلين، احتياطات أمنية مكثفة زي ما بقول لحضراتكم، الصلوات بتقام في ميعادها، رسالة بتأكد أن الإرهاب لن ينال أبدا من الشعب المصري. وعلى الرغم من أجواء الحزن اللي خيمت طبعا علينا الأيام اللي فاتت، إلا أنه الاحتفال ببداية سنة جديدة ده هو العنوان الرئيسي لليوم النهاردة. نشوف بقى الصورة النهاردة وإيه اللي بيحصل في اللحظة اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها. نتجه دلوقتي لكنيسة قصر الدبارة نشوف الاحتفالات باستقبال عام جديد، ومعانا من هناك زميلنا إبراهيم عزت، وكمان احنا هننتقل برضو لكنيسة أخرى في طنطا، هيكون معانا سالي. سالي من طنطا، أهلا وسهلا يا سالي. أهلا يا إبراهيم، أبتدي معاك يا سالي، قولي لي طنطا والكنيسة عندك إيه الأخبار، كنيسة ماري جرجس إزاي احتفلت، إيه الأجواء؟
أهلا بك زميلتي لبنى. بالفعل نتحدث إليكم من مدينة طنطا وتحديدا كنيسة ماري جرجس والشهداء بهذه المدينة، هذه الكنيسة التي تحتفل في أول احتفال لها بالعام الميلادي الجديد بعد إعادة ترميم هذه الكنيسة وإعادة افتتاحها مرة أخرى بداية هذا الشهر بعد الحادث الإرهابي الذي شهدته هذه الكنيسة يعني إبريل الماضي. صحيح. لو تحدثنا عن الأجواء لدينا، فأجواء احتفالية وصلوات وترانيم وغيرها من الطقوس التي تتم في هذه الكنيسة بدأت منذ قليل وتستمر حتى بداية العام الجديد، صلوات ينهي بها الشعب هنا هذا العام ويبدأ بها العام الجديد. ليسعدنا أن يكون معنا نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ليطلعنا على هذه الطقوس وهذه الصلوات وما يتم الآن في هذه الكنيسة. أنا برحب بنيافتك فندم. أولا أنا برحب بكم، واسمحي لي من خلالكم نخاطب كل العالم من أرض السلام من مصر، نقول لهم سنة جديدة سعيدة، هابي نيو يير، وأخاطب كل المسيحيين في العالم عيد ميلاد سعيد، ميري كريسمس. بالنسبة لاحتفالنا على مدى عقود من الزمان، اتعودت الكنيسة إنها تجمع ولادها معا مع الرب في رأس السنة. في احتفال ديني له شقين، شقه الأول احتفالي وشقه الثاني عبادي. شقه الأول احتفالي، يمارس هذا الاحتفال أطفال الكنيسة، بنجمع أطفال الكنيسة من كل الأعمار وبيعدوا على مدى أيام سابقة لتقديم ترانيم وألحان. وراء عدة أسباب إن أنا أجيب الطفل، نمرة واحد أرسخ في ذهنه من سن مبكر أن ينهي عامه ويبدأ عاما جديدا مع الله. النقطة الثانية أن نكون فيه الإحساس بالمشاركة العبادية مع الكبار مع بداية السنة. الأمر الثالث، وده خدمة غير مباشرة للكبار من خلال الصغار، أنت لو جبت كل أطفال الكنيسة في المنطقة أنت جبت معهم كل أهليهم اللي جايين يفرحوا بيهم وهم بيشاركوا. فمن هنا بيبقى رأس السنة احتفال خاص الكل حاضر كبار وصغار. ده شقه الاحتفالي وكلها ترانيم وتسبيح متعلقة برأس السنة والعام الجديد. الشق العبادي بنولد في نفوس شعبنا ان انت تيجي معانا تختم السنة. تختم السنة بالدخول الى النفس لمحاسبتها ومراجعتها، وتختم السنة ان انت ترفع قلبك لربنا بروح منسكبة تحاسب نفسك قبل ان يحاسبك الاخر. تحاسب نفسك عن تقصيرات السنة، تقصيرك في حق نفسك، في حق الغير، في حق الله. تحاسب نفسك عن تقصيرك في حق المجتمع، في حق البلد، مراجعة للنفس. ده شقها المرتبط بالسنة الماضية، تقديم حساب. وبالنسبة للسنة القادمة بنولد فيهم من خلال قيادتنا للصلوات أن يصلي لا لأجل ذاته إنما من أجل الكل. إحنا جزء من عالم فنصلي من أجل سلامة العالم، لأن سلام العالم ينعكس على سلام بلادنا بلا شك، والعالم كله في اضطراب في المرحلة التي نعيشها الآن. سلام من أجل البلد، البلد تئن اقتصاديا وأمنيا برغم كل الجهود المضنية من أجل رفع المستوى الاقتصادي ومن أجل تأمين البلد. شعبنا المصري كله وبدون استثناء ينزف مع كل نقطة دم تنزف من شهيد أو مصاب. لازم كل واحد فيكم يشعر بهذا الإحساس إنه يصلي من أجل هذه البلد، يسلم من أجل الحراس. أنتوا دول شايفين قد إيه كنايس محصنة برجال الشرطة ورجال القوات المسلحة. أسأل عن يعني الشقة الأمني، يعني هناك محاولات كما ذكرت لتعكير الصفو العام ومحاولات لإفساد يعني الأمن الذي نعيشه الآن، يعني رؤيتك لهذه المحاولات هل تؤثر على يعني مجيء المواطنين إلى الكنائس ويعني التجول بشكل عام، أم هذه تزيد من قوة المواطنين ويعني استعدادهم لمواجهة الإرهاب؟ أنتوا هتشوفوا بالكاميرا في كنيسة من شهور تم تفجيرها. أولا تشوفوا كم الناس اللي موجودة، وده أكبر دليل. نمرة اثنين تشوفوا الابتسامة اللي مالية الوجه
والسلام اللي مال القلب، واللي تؤكد لك ان هذه الاحداث تؤدي الى اكثر اتحادا بين افراد الشعب وبعضه مسلم ومسيحي، تؤدي الى ما هو اكثر قوة التصاق بين الناس وبين ربنا لان ملجأهم هو ربنا، وتؤدي الى ما هو اكثر من ذلك رفع روحانية الناس وارتباطهم بالسمائيات اكثر من الارضيات. هو ده النتيجة. وعشان كده احنا لما بتحصل الاحداث دي دايما نتكلم على الشق الايجابي في الحدث، بقى لنا شهداء في السماء بيصلوا عنا، ونركز النقط الايجابية المجتمعية الناجمة عن الحدث، ونقول للناس يا بختهم اللي سبقونا، فبيبقى عندهم الاحساس ان ده بركة ونعمة اللي نالها شهيد انا اتمناها لنفسي. كل عام وحضرتك بخير وانا بشكرك. شكرا يا فندم. يعني كان هذا لقاؤنا مع الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، يعني حالة من السرور والبهجة نراها في أعين الأطفال والأسر المصاحبة لهم في هذه الكنيسة. هناك تأمين كبير يتواجد على كافة الشوارع المؤدية لهذه الكنيسة، أيضا هناك بوابات للتفتيش الخاصة ببوابات الكنيسة وهي بوابات إلكترونية يتواجد عليها الأمن الكنسي، هناك إجراءات أمنية مشددة تتواجد على كافة أنحاء هذه الكنيسة، حالة من البهجة والسرور، صلوات وترانيم وأيضا صلاة ستتم حتى الدقائق الأخيرة من العام هذا العام، وتبدأ بها العام الجديد. أعود إليك مرة أخرى زميلتي لبنى في الاستوديو. شكرا يا سالم، متشكرة. طيب خلونا نروح على قصر الدبارة، كنيسة قصر الدبارة، وزميلنا إبراهيم عزت من هناك. برضو إبراهيم ينقل لنا الأجواء، شكل الاحتفال، شكل التأمين، ويمكن زي ما سمعنا مع سالي دلوقتي يا إبراهيم أنه التأمين والأحداث الإرهابية الأخيرة بتلقي بظلالها، لكن المشهد العام اللي هو فيه تفاؤل وفي أمل والناس بتبتسم وبتعيد على بعض على الرغم من تحدي الإرهاب، وده قوة الشعب المصري. فقول لنا، أكيد الموضوع ده ما اختلفش عندك كتير بالتأكيد يا إبراهيم، اتفضل. صحيح، مساء الخير لبنى، مساء مليء بالخير والسلام عليك وعلى بلدنا الحبيبة. في الوقت اللي بكلمك فيه ملايين من المصريين بتبتهج الكنائس المصرية بهم لإقامة الصلوات والأدعية أولا لبلادنا الحبيبة وأيضا لكنائسهم المختلفة على يعني مختلف العواصم والكنائس في الجمهورية. أنا هنا في كنيسة قصر الدبارة، ومن الملفت للنظر أنا موجود دلوقتي خارج الكنيسة، امتلت الكنيسة بأعداد رهيبة داخل حصن الكنيسة، الأمر الذي أدى هنا في المكان المخصص أيضا لإتاحة أكبر عدد، وأيضا في الشارع الخارجي كما تعلمي أن هذه الكنيسة تتواجد في ميدان التحرير في شارع الشيخ ريحان، أيضا تم تخصيص مقاعد كبيرة جدا، الآلاف اليوم تبتهج بهم الكنائس لإقامة الأدعية والصلوات. إذا تحدث ايضا عن الوضع الامني، تم الدفع بعدد من يعني السيارات، وكما اعلنت وزاره الداخليه منذ ايام لتامين الكنائس. في طريقي الى هنا لهذه الكنيسه هناك العديد من البوابات الالكترونيه التي قمت بالمرور، وفي كل بوابه يتم التفتيش على كل فرد والاطلاع على اثبات الهويه لكل فرد على حده. ظن لقوى الشر وظن للبعض ان الاعمال الارهابيه الماضية ربما ستؤثر على الأعداد وربما ستؤثر على الصلوات التي تحويها الكنائس، ولكن من خلال حديثي مع أحد الرعاة هنا في كنيسة قصر الدبارة الذي أكد لي أن الصلوات تسير بشكل طبيعي كما هو المعتاد من عام إلى آخر، خصوصا دقائق قليلة وسيتم الاستقبال العام الجديد، لذا الأعداد ربما بتشهد أعداد زيادة من الأعمال الذي رأيناها الأعمال في الأيام الماضية. هنا القس سامح موريس راعي هذه الكنيسة ألقى الكلمة منذ قليل، والبهجة كما أشرت في الخبر الذي أفردتيه منذ قليل، البهجة هنا في على الأطفال والشباب ومختلف الأعمار الذين حرصوا أن يتواجدوا هنا في كنيسة قصر الدبارة. أخيرا أختم معك بالكلمة التي قالها القس سامح
موريس نحن جميعا نرفع قلوبنا لله، أولا لنشكره على ما حدث من حصاد للعام الماضي 2017 برغم الأعمال التي شهدته بلادنا، ولكنهم أيضا يستكملوا الصلوات والأدعية في مثل هذه الأوقات. هناك التراتيل التي تتلى الآن في الكنيسة، كنيسة قصر الدبارة، وكما هو الحال في جميع الكنائس، وأيضا الصلوات في جميع الكنائس لأجل بلادنا أولا. وأشار أيضا أن هناك صلوات تخص السيد الرئيس وأيضا جميع المسؤولين وجميع الشعب القبطي والمصري. شكرا جزيلا، والآن الكلمة تعود إلى سالي. أنت طيب يا إبراهيم، وكل سنة طيبة يا سالي، وسنة جديدة علينا سعيدة وعلى كل الشعب المصري بكل تأكيد. شكرا لكم. المشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة وبنتابعه كده على الشاشة، مشهد فيه تفاؤل، فيه فرح، فيه سعادة، فيه أمل بكرة بسنة جديدة إن شاء الله. احنا متعودين مع اي احتفال للشعب المصري يكون فيه اللي بيحاول يفسد علينا فرحتنا، دايما بيكون استهداف لينا في هذه الاوقات زي اللي حصل طبعا في حلوان. لكن المشهد في حلوان واتصالا باللي بيحصل النهارده هو مشهد يعني عايزين نستثمره صح، انه على الرغم من الالم والضحايا يعني طبعا الحاجه اللي وجعت قلب كل مصري، كل مصري، عشان بس برضو اللي عمال يتكلم عن مسلم ومسيحي، في مشهد حلوان في نور كده طلع من جوانا، ما كانش فيه مسلم ولا مسيحي ولا التفرقة اللي هم عايزين يفرقوها ما بيننا. الخير موجود في الشعب المصري، الأصل الطيب الغالب علينا، الجدعانة، الشهامة اللي بتظهر وقت اللزوم. بنعاني في أحداث صعبة بالتأكيد، لكن اللي حصل ده في حلوان درس يدرس للعالم كله، لأي حد عايز أو شايف أو بيتمنى إن احنا نكره بعض أو نكون ما نطقش بعض. لا، الكلام ده غلط. المصريين طول عمرهم مع بعض إيد واحدة، عمرنا ما كرهنا بعض على الرغم من كل التحديات والمشاكل. بالعكس، المشاكل وأي حاجة صعبة بتقوينا وبتخلينا نمسك في بعض أكتر، على الرغم من كل المؤامرات، على الرغم من كل اللي بيحاول إن هو يزرع الكره جوانا. لكن مشهد حلوان إدى العالم كله درس العمر، إن أي حد بيحاول إن هو يوقع ما بين المصريين أو يشعل نار الفتنة، لا قدر الله، وده ما يحصلش أبدا. لا، المصريين بالحب وبالخير اللي جواهم قادرين يطفوها. المصري ما بنقولش ديانته إيه، لا، المصري هو بس اللي قادر ان هو يحمي اخوه. زي كده فكر حضراتكم الكلمه المهمه قوي اللي قالها قداسه البابا توادروس، قال اللي بيحمي المسيحيين هنا ربنا سبحانه وتعالى ثم المسلمين. المصري هو اللي قادر انه يجري على اخوه وقت الشده ويدافع عنه حتى لو كان الثمن روحه وحياته، ده مش هيفرق معاه، المهم ان هو ينقذ جاره، حبيبه، اخوه، عشره عمره. شفنا مشهد امام المسجد، أو الراجل الطيب اللي رمى نفسه على الإرهابي، ولا أمين الشرطة وهو ماسك السلاح وهو بينزف دمه ومش عايز يسيبه. المصري ما بيبصش أنت جاري ده أخباره إيه، إحنا مع بعض وعلى الرغم من الألم، لكن إحنا هنداوي جروح بعض ونتغلب على ده، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بقوتنا وبصبر الشعب المصري هنهزم الإرهاب. ليه بقى أنا بقول كل الكلام الطويل العريض ده؟ لأنه إحنا بنبقى مع بعض وقت الأزمة، وفي سرادق العزاء بيكون المصري جنب المصري، مسلم مسيحي، كلنا مع بعض. طب ما نيجي في الفرحة نبقى برضو مع بعض يا جماعة، يعني ال 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 الاحتفال بسنة جديدة والاحتفال بأعياد الميلاد، علشان اللي بيقولوا ما تهنيش ما تسلمش أصله حرام أصله محتاج فتوى والكلام الغريب لا محل ليه من الإعراب ده، وانتوا مش محتاجيني اقول انا الكلام ده، حضراتكم اكيد اي حد جاره بنسلم على بعض وبنعيد على بعض وبنقول لبعض كل سنه وانت طيب، ده بتيجي كده على اللسان لوحدها سبحان الله، احنا ده اصلنا، ده اللي في قلبنا. انا عايزه بقى انه كمان قدام الكنايس، يعني ما تيجوا نعيد كده على اخواتنا المسيحيين قدام كنايسهم اللي جنبه كنيسه دلوقتي، الناس وهي داخله او هي خارجه، طب ما ننزل لهم. يعني ليه نزلنا وقفنا بس وعملنا درع؟ طبعا ده شيء رائع وعظيم، الدرع الحامي الواقي اللي عمله اهل حلوان قدام الكنيسه علشان ما يحصلش ليها اختراق او حد يدخل يضربها لا قدر الله. طب ما نعمل الدرع الجميل ده بس درع محبه ودرع سلام، والناس ننزل لبعض اللي جنبه كنيسه زي ما بقول لحضراتكم، ننزل ونسلم ونهني ونقف مع بعضنا كده، ننزل نعايد على بعض، كلنا محتاجين بعض دلوقتي، كلنا محتاجين نقف جنب بعض ونشد على ايد بعض. هاشتاج كده على قدنا
أطلقناه النهاردة، ويمكن قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي نعيد على بعض. حماية الكنائس ده مش تفضل، ده واجب علينا وفرض علينا، لكن ان احنا نعيد دي حاجة جميلة ولفتة رائعة. كلنا نعيد على بعض، كلنا نشارك بعض فرحة العيد، فرحة السنة الجديدة، نثبت للعالم كله ان المصريين طول عمرهم واحد. احنا عارفين ده، لكن احنا محتاجين نوصل ده لبره، لأي حد عايز يعمل اللي بقول لحضرتكم عليه، لا ما تحاولش. يعني ايه اسم الموضوع ده؟ مفيش فايدة فينا، احنا المصريين شعب قوي ويا ما دقت على الراس زي ما بيقولوا. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والشعب المصري كله بخير. أمننا وسلامتنا مش بس مهمة القوات المسلحة ولا الشرطة المصرية، لكن مهمة كل مواطن مصري. احنا اللي نخاف على بعض واحنا اللي نحمي بعض. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد وسنة جديدة يا رب بكل الخير إن شاء الله.